أهلا بكم من جديد. شاركت طيران الخليج في قمة القوى النسائية لعام 2019 بجلسة نقاش مخصصة ركزت على القوى النسائية في مجال الطيران، وذلك إلى جانب كونها أحد الرعاة الرئيسيين للقمة. وشملت المحادثة 5 نساء بحرينيات في مناصب مختلفة في طيران الخليج، وقد تمت مناقشة العديد من المواضيع التي تهم المرأة في هذه التخصصات بالتحديد، والتنوع في مكان العمل، وأهمية إيجاد وخلق فرص متكافئة بين الجنسين، وكذلك الإرشاد والتدريب لمساعدة جيل الشباب من النساء على متابعة شغفهن والبحث عن مهن غير تقليدية. أعلنت إنفست كورب، المؤسسة المالية العالمية والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، عن قيادتها استثمارا بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي في شركة بيواكوف برايفت ليميتد، إحدى الشركات الهندية لتجارة الملابس عبر الإنترنت، والتي تأسست في العام 2011، حيث تمكنت الشركة برفع حجم مبيعاتها لتتجاوز 650 ألف منتج شهريا، واتساع قاعدة عملائها لتضم اليوم ما يزيد على 4 ملايين عميل. وقال برام بيهار سينغ، المؤسس والمدير المشارك للشركة، إن هذه الشراكة مع إنفست كورب ستدعم الالتزام المستمر بخدمة العملاء الذين يمثلون الأولوية القصوى للشركة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.12% مقفلا عند مستوى 1519 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 7.153 ملايين سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.487 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 104 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7481 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.55% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي، فقد أغلقت عند مستوى 2823 نقطة بانخفاض تجاوز نصف نقطة مئوية. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4016 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7%. يعمل صندوق الاستثمار السعودي الروسي المشترك الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار على تنفيذ أكثر من 30 مشروعا مشتركا بقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار. وشهدت العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 22% العام الماضي. ونمى التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من الضعف لتقترب حصيلة هذا التبادل لمستويات 13 مليار دولار. أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث أسطولها لبناء 8 ناقلات نفط ومنتجات مخطط لها أن تكتمل مطلع عام 2021. وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية،
إن المشروع يشمل بناء 3 ناقلات غاز مسال عملاقة و4 ناقلات منتجات نفطية متوسطة المدى ومشروع بناء ناقلة نفط خام عملاقة، ليصبح بذلك عدد ناقلات أسطولها 32 ناقلة مختلفة الفئات والحمولات. وأوضحت أن بناء هذه الناقلات يتم وفق الاشتراطات والمعايير العالمية للمنظمة البحرية الدولية واستراتيجيتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. المفوضية الأوروبية تقدم شكوى بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها كولومبيا على أصابع البطاطس المجمدة الأوروبية. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا. وقال أيضا أنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار، وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%. وتعهد ترامب في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر. أجازت منظمة التجارة العالمية رسميا للولايات المتحدة فرض رسوم على سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات. وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة الذي يتكون من ممثلين عن أعضائها البالغ عددهم 164 دولة لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة لطائرات إيرباص، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في أن يجعل بريطانيا أفضل دولة داعمة للاستثمار والشركات في العالم، متعهدا بتطوير عصر جديد من الفرص بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون مدافعا عن أجندته التشريعية الجديدة بعد أن أعلنتها رسميا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أنهم يستهدفون تهيئة عصر جديد من الفرص للدولة بأكملها. وأضاف أنه يريد أن تصبح بريطانيا اقتصادا مرتفع الأجور ومنخفض الضرائب وأفضل مكان للاستثمار وأفضل مكان لبدء شركة وأفضل مكان كذلك لتكوين أسرة وتعليم الأطفال. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها كولومبيا على أصابع البطاطس المجمدة الأوروبية بأسرع وقت ممكن. وقالت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إن كولومبيا فرضت رسوما جمركية لمكافحة الإغراق بشكل غير مبرر مطلقا على الواردات الألمانية والبريطانية والهولندية، وفرضت بوغوتا الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر العام الماضي. وذكرت أن أصابع البطاطس المجمدة المدعومة من الاتحاد الأوروبي تلحق الضرر بالمنتجين الكولومبيين.